خلصنا من التوجيه وتعب التوجيهي، وصار لازم نحكي بالجد ونجهز حالنا للجامعة. حبينا نذكركم إنك أول ما تدخل على الجامعة رح تقدم 3 امتحانات، رح تقدم للغة العربية والحاسوب والإنجليزي، وهذا الامتحان إلزامي وإجباري. إذا أنت نجحت فيه رح توفر على حالك عبء وجهد كتير كبير، وإذا رتسبت فيه رح تكلف حالك تكلفة مادية جداً عالية. للمعلومة، هذا الامتحان لازم تنجح فيه، لكن بشرط إنك تجيب فوق 50%. حتى تنجح في الامتحان، موقع وتد التعليمي جهز لك الامتحانات بطريقة جداً سهلة وبسيطة وبشرح جداً مفصل، وذلك من خلال إنك أنت بتقدر تشتري بطاقة للمادة الواحدة بسعر 12 دينار وبطاقة الباكج الثلاثة مواد المكون من مادة الحاسوب واللغة العربية والإنجليزي 23 دينار. لا تخافوا، الامتحان إن شاء الله رح يكون سهل وبسيط وخفيف. الله ييسر أمركم ويفتحها عليكم، وإن شاء الله بتطلع من الامتحان الاستدراكي بنجاح وتفوق. وتد، طريقك للنجاح.